تروقت 50 بيضة وشربت برميل حليب و16 صحن مربى وبعدني جوعان. عمي ابو مسعود عيونه كبار وسود بياكل ما بيشبع. عمي ابو مسعود عمي ابو مسعود عيونه كبار وسود بياكل ما بيشبع. عمي ابو مسعود رح باكل 10 خواريف وبدي اشرب نهر مي واكل 100 ليموني ورح ابقى جوعان. عمي ابو مسعود عيونه كبار وسود بياكل ما بيشبع. عمي ابو مسعود عمي ابو مسعود